السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه، يعني حصريا اخر اخبار شبيبه القبائل اليوم طبعا عبر جريده الكره اليوز. يعني قال لك يعول على عوده بقوه، قال لك ايد جودي يبدا مهامه اليوم يعني كمدرب رئيسي ويشرع في اصلاح النقائص بعد 3 ايام. يعني راح تم منحها للاعبين، من المقرر ان يستأنف الزملاء بن زايد التحضيرات الجديده المقرره للقاء مقره يعني بعد اقل من اسبوع من الان، اعتبارا من عشيه اليوم. يعني في اختبار سيكون هام جدا للمدرب عز الدين ايد جودي، والذي سيكون المشرف الرئيسي على اول حصة له، كما قررت الإدارة وضع كافة الظروف يعني تحت تصرفه كي ينجح في مهامه. قال لك اللاعبون لن يتأثروا إطلاقا بنقص المنافسة، وحسب حديث المدرب ايد جودي فقد أشار هذا الأخير إلى أن اللاعبين لن يتأثروا إطلاقا بنقص المنافسة، وسيكون من الضروري أن يعي كل واحد منهم أن أمامه صراحة مأمورية إعادة الفريق لمكانته الحقيقية، حيث سيكون الفريق غير معني بلقاءات كأس الجمهورية في دورها 32 أمام بلوزداد. كما هو معلوم صراحة الكوتش يكشف عن العمل النفسي ويؤكد أن المأمورية لن تكون صعبة. لايك الفيديو، خليونا الآراء تكون في التعليقات.